السوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. نحن متفقين على أن الطفل هو المتضرر الأكبر من الحروب نتيجة فقدانه لمعظم حقوقه مثل الأمان، التعليم، اللعب. ومن هذا المنطلق اهتم كتير من السوريين بأولادهم وفكروا يخففوا عنهم معاناة الحرب بكل الوسائل، منهم كأفراد ومنهم كمنظمات. واليوم رح نحكي عن مؤسسة أخذت على عاتقها حراسة وحماية الأطفال بعدة مناطق سورية، وهن شبكة حراس. تأسست شبكة حراس كمجموعة متخصصة بمجال الدعم النفسي الاجتماعي وحماية الطفل ومنح الحقوق والحريات المقررة بالإعلان العالمي لحقوق الطفل. بلشت الشبكة نشاطاتها بكانون الثاني من سنة 2012 بمدينة دارية بريف دمشق، وكانت حريصة من بداية تأسيسها على رفع سوية الوعي بحقوق الطفل ورعاية مصالحه بالمجتمع وإحداث تغيير مباشر وحقيقي ومستدام بالمجتمع لضمان حصول الأطفال على الرعاية اللي بيستحقوها بالمجالات النفسية والاجتماعية والتعليمية، وكمان خلق بيئة آمنة بيتمتع فيها الأطفال بالقدرة على اكتساب المعارف وتطوير المهارات اللي بيحتاجوها ليطالعوا كل طاقتهم وقدراتهم لخدمة مجتمعهم. كل هذا بتسعاله شبكة حراس بالتعاون مع الشركاء المتطوعين وأبناء المجتمع السوري. انطلاقاً من رؤيتها ورسالتها، بتحرص الشبكة على إدراج التعليم القيمي بالمناهج وتوفير الرعاية الاحترافية للأطفال اللي عندهم احتياجات تعليمية ونفسية مختلفة، تمهيداً لدمجهم بالمجتمع. بتسعى حراس للتخفيف من الآثار السلبية للنزاع الدائر بسوريا على الأطفال. هاي الأهداف بتسعى شبكة حراس لتحقيقها من خلال 3 وحدات: وحدة الدعم اللي بتشتغل على الحفاظ على حقوق الطفل بكافة تفاصيل المجتمع بحسب المعايير العالمية لحقوق الطفل، ومن خلال وضع خطط تنموية مستدامة بتم تطبيقها من خلال الحملات اللي بتتابعها ومسؤولة عنها وحدة الحملات، أو من خلال مشاريع تعليمية دائمة بتتابعها وحدة المشاريع الميدانية. وخلال عمل الشبكة بيلتزم العاملين قيم أساسية أهم السرية، التعاون بين أفراد الشبكة مع بعضهم وبين الشبكة والمنظمات التانية، وعدم التمييز بين الأطفال المستفيدين. من أهم مشاريع شبكة حراس مجلة طيارة ورق اللي بتتوزع مجاناً على الأطفال، ومشروع النقاط التعليمية اللي بلش ب8 نقاط ووصل هالسنة ل 21 نقطة بمختلف المدن السورية، وغيرها من المشاريع المستدامة اللي فيكم تطلعوا وتتعرفوا عليها من خلال صفحتهم على الفيسبوك وموقع الشبكة يلي رح تلاقوه بالوصف الحلقة. باختصار، منظمة حراس هي شبكة من المبادرات والحراس والمشاريع اللي بتحرص وبتحمي حقوق الأطفال من النواحي التعليمية، المعيشية، النفسية والاجتماعية والترفيهية والتوعوية، ومن خلال تمكين الطفل نفسه وتعريفه بحقوقه وتوعية المجتمع بكيفية حماية الطفل. هن المؤسسة من كتير مؤسسات سورية عم تسعى بشكل فاعل وحقيقي لحراسة وحماية الأطفال السوريين. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.